مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل آيس كريم بأنواع جميلة جدا بفاكهة الموسم، علشان الحلقة دي خاصة لكل أصدقائنا اللي بعتوا لنا. وهنقول بدائل وهنقول البيز أو الأساس اللي ممكن نعمل بيه آيس كريم في البيت يكون جميل ولطيف، طعمه حلو وما يكونش برضو غالي في التكلفة بتاعته، ويعمل لنا كمية كويسة. طيب هنقول بسم الله وهنبدا. اول حاجه نقول المقادير، وهحكي مع حضراتكم بالتفصيل عن الاساس اللي هنطلع منه اكتر من نكهه. طيب عندنا الايس كريم، عندي هستخدم ليه انا الحليب المكثف المحلى، والحليب المكثف المحلى انا عملته مع حضراتكم قبل كده، وهقول مقاديره تاني في الحلقه النهارده ان شاء الله، علشان حضراتكم تبقوا اللي ما شافوش يقدر يعملوا بسهوله. عندي كوبايه من الحليب المكثف المحلى. طب لو مش موجود الحليب المكثف المحلى استخدم السكر البودره، وهنحكي على النسب واحنا شغالين. عندي نص كيلو من الكريم شانتي، انا فضلت الكريم شانتي عشان ما اقولش لحضراتكم جيبوا كريمه خفق وبتبقى غاليه شويه. الكريم شانتي جميل، وفي كريمه باودر بتتضرب برده زي الويبنج كريم بس بودره. طيب عندي ربع كوبايه من العسل الابيض، ممكن نشيلها ونستعيد عنها ونحط مكانها انواع اخرى هنحكي عنها واحنا شغالين. وعندي كوبايه من الحليب المتلج علشان اقدر اضرب بيه الكريم شانتي. الحقيقه انا بفضل المايه، لان انا لما بكون حاطه كميه كبيره من الكريم شانتي وفي داعم اخر زي الحليب المكثف المحلى او زي اللبن البودره او في يعني دي حاجات كده بتدعم، فما بحبش ان انا اضرب الكريم شانتي الا بالايه بالميه. الميه لازم تكون ساقعه متلجه. بصوا القالب ده بتاع الكيك طبعا احنا حطينا فيه لانه بيسقع الميه بسرعه جدا، وتبقى الميه مشبره كده، شايفين؟ يا سلام، انا كان المفروض اتلج الحله بتاعت العجان اسقعها تبقى زي دي، عشان لما اضرب فيها الكريمه او الكريم شانتي تطلع نتيجه رائعه ويتماسك على طول مع حضراتكم. طبعا الفاكهه، اي فاكهه هنستخدمها في الكريم شانتي هنعملها بيوري. انا هنا عامله شويه بطيخ، عامله شويه كيوي، عامله شويه مانجا، وهستخدم كمان البسكوت الشوكولاته الاوريو. ولازم الفاكهه دي تتضرب في الخلاط او تتهرس وتتحط تسقع شويه، لازم تبقى جامده ماسكه نفسها كده. حلو الكلام. طيب عندي الوان للدعم، اذا انا لقيت اللون باهت هدعم بالالوان عشان تنطق وتديني الالوان دي. في صنصات انا ما بفضلهاش، انا في الاخر بعمل ايس كريم في البيت عشان اتبسط بيه، هو طعمه والتيست بتاعه حقيقي وطعم الفاكهه الطبيعيه اللي احنا عايزين نتبسط بيها. اقصى حاجه هضيفها هي اللون لدعم اللون بتاع الايس كريم. طيب ايه الاساس اللي هتحكم فيه؟ لو انا جبت كريمه بودره هضربها بعدد كوبايات الميه او اللبن اللي انا هستخدمها زي ما حضراتكم تحبوا، ده الاساس بتاعي. يا اما كريم شانتي، يا اما ويبنج كريم كريمه الخفق، يا اما الكريمه الباودر اللي بتتباع برضو عند مستلزمات الحلواني اللي في المحلات، مستلزمات الحلواني. بقى في ثلاث حاجات دلوقتي بيتباعوا، الكريم شانتي طبعا، ويبنج كريم انواع كتير، لكن انا بقول للتوفير للتوفير الكريم شانتي بيبقى كويس، بيدي كميه حلوه وكم رهيب. تعالوا بقى نبدا نقول بسم الله. انا هاخد هنا كميه من الكريم شانتيه عشان ده البيز، ده الاساس اللي انا هرتكز عليه، فهحط الكميه دي. هي عموما كوبايه الكريم شانتيه تقريبا تاخد كوبايه ونص من الميه المتلجه او من اللبن المثلج. ومعانا استاذه منال، اهلا وسهلا. صباح الفل على اجمل. صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الايس كريم بقى والجو المتلج دوت النهارده. الجو المنعش النهارده. اه والله فعلا. وعايزين كمان اللي هو الايس كريم اللي بالموز يا شيف عظيمه. اللي بالموز؟ انا بصي انا مره كنت عملته اللي هو قالوا لي ان انا احطه في الفريزر. ايوه. الموز يتلج جامد قوي. يجمد، ايوه. واحط عليه كريم شانتيه بس. اه هيبقى حلو برده. وبس حطي له معلقتين عسل. مش برضو ايس كريم زي اللي بره. ايوه، ما هو مش زي اللي بره لانه طبعا مش مضاف له اضافات. خلي بالك اللي بره احنا اتعودنا على الطعم بتاع بره، انه في حاجات كتير جاهزه. اه، ما انا عايزه بقى الطعم بتاع اللي بره عشان الاولاد. حاضر، من عيني. احنا ده قريب ليه كتير على فكره. اه، انا عايزه بل بالعكس احلى كمان. وحبيبتي احنا طبعا عاملين نعمل في الايس كريم والحاجات دي، والناس حاجه مهمه جدا كلنا بنحبها برضو، ونفسي اعملها في البيت بس طبعا. يعني عمري ما عملتها وطلعت معايا كويسه. ان شاء الله هتطلع كويسه وممتازه معاكي باذن الله.
وفي انواع كتير بقى الجبنه القديمه يا شيخ عظيمه. يا نهار ابيض، والله اقول لك حاجه مدام منال، انا امبارح لسه حاطين الحاجه بتاعت الاسبوع الجاي، حاطه المش هنعمله من الاول للاخر. ايوه الله ينور عليكي والله. والله العظيم انا عملته كم مره بس ايه، معلش يعني بيدوج مني. طب جربي بقى اعمليه على طريقتي، جربي على طريقتي، هوريكي تنشيف الجبنه وتخزين الجبنه. خلاص انا هستناكي ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله يا فندم. تسلمي يا مدام منال، مقدما يا روحي. الله يسعد قلبك حبيبتي، سلامي كل اللي عندي. الله يسلم عمرك يا فندم، شكرا لاتصال حضرتك ومداخلتك، شكرا ليكي، تسلمي لي. طيب بصوا بقى، هاخد انا على الكريم شانتيه، هبدا الميه المتلجه بقى. خليني ايه، عايزه اشوف حاجه اصب بيها يا ولاد تكون كده ايه جميله. اخد لوش ولا حاجه؟ خليني اخد لوش. الميه المتلجه دي اجمل حاجه في الدنيا. بصوا بقى، انا طبعا بسم الله، خليني ايه كده، بسم الله، وتعالوا نخلط شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم عشان يديني نتيجه حلوه. يبقى انا كده اول حاجه ارتكزت عليها يا اما الكريم شانتيه يا اما الكريمه اللي هي الويبنج كريم، كريمه الخفقه بتاعت الحلويات، او هشتري كريمه بودره بتتباع بودره برده زي الكريمه الويبنج بس بودره بتتضرب وتطلع كريمه برده. بس هي طعمها لازم يتمكس سنه، يعني هي لما بنستخدمها مثلا في حاجات زي التشيز كيك والحاجات دي بنبقى لازم نضيف لها نوع جبنه حلو عشان تدي تيست حلو، هي بس الفكره في الطعم. طبعا اساس الايس كريم زمان كان بيتعمل له سيرب، سيرب كده زي الشربات، ويتاسس عليه بقى ايه القصه دي كلها. دلوقتي بقى بودره وبيتضرب ويتحط عليه اسانسات والوان فقط لا غير. لما بنلاقيه في اماكن معينه متكلف بقى وبيبقى غالي، بيبقى هو فعلا متكلف حقيقي. لكن تعالوا كده جربوا ايس كريم يسيح، لما كنا ناكل في اسكندريه وراح حد مشهور طبعا احنا بنحبه كلنا، تلاقوه لما تسيح المانجا او اللي هي الحاجات اللي ليها فليفرز او الفراوله، تلاقوا تحت زي السيرب الشربات شفاف. ده الاساس بتاعه. احنا بقى بنحاول هنا نقلل نسبه السكر وندعم بحاجات تدي تيست اعلى واحسن. طيب هضرب شويه شويه وناخد معانا ام اسلام. حبيبتي صباح الفل. يا صباح الهنا. حبيبه قلبي عامله ايه؟ صباح الحلويات يا حبيبه قلبي. صباحك هنا وصباحك رضا من رب العالمين يا حبيبي. امين يا حبيبتي انا وانت يا رب، وام محمد كلها يا رب العالمين يا رب. امين يا روح قلبي. ايه الحاجات الجميله بقى اللي احنا بنعملها النهارده دي؟ والله انا قلت بقى الواحد يرطب، الجو حر قوي والولاد اكيد بيبقى نفسهم في الايس كريم، فقلنا نعمل حلقه كده جميله ان شاء الله. كله حلو من ايدك يا حبيبه قلبي، ربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا روح قلبي، تسلميلي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ودايما منوره الدنيا كلها. حبيبتي منور بوجودكم واتصالاتكم وسماع صوتكم الصبح كده بيخلي الواحد موده يختلف. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وسلامه كل الكرو وسلامه قناه الاهلي الجميله. يا رب سعيدك يا ام اسلام، يوصل حبيبه قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. كلك مالكيش اي طلب يا حبيبه عمري انت. لا يا حبيبتي انا ماليش طلبات، انت مش مخليانا عايزين حاجه والله. حبيبتي ربنا يسعد قلبك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا ليك يا ام اسلام نورتينا. شكرا ليك يا رب. حفظ الله يا حبيبه قلبي، مع الف سلامه. بصوا بقى هوريكم كده من جوه. طبعا ايه شايفين، عايزه شايفين ده لسه، انا هزود شويه ميه كمان لان الكميه تسمح بكده. انا هستسمح حضراتكم بقى، هزود كده شويه ميه متلجه من اللي حضراتكم شايفينها دي وهستسمحكم. نطلع فاصل، هنرجع بعد الاستراحه يكون الكريم شانتيه بقى تمام، مش هضيف اي حاجه خالص غير لما حضراتكم ترجعوا لي من الاستراحه ونشتغل الفليفرز مع بعض. في انتظار حضراتكم.